رسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وشريعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته والعمل بشريعته ومتابعة نبيه وسنته. أيها المسلمون، أعدوا واستعدوا، فالأوقات تمضي والأعمار تنقضي، ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وجنة الله لا تنال بالتمني ولا بشرف النسب، كما لا تنال بعمل الآباء ولا الأجداد ولا بكثرة الأموال ولا الأولاد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أيها المسلمون، امتن الله تعالى علينا معشر المسلمين، امتن علينا بخصائص وخصنا بفضائل لم تكن للأمم قبلنا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اختار مكة من بقاع الأرض، ورمضان من الشهور، وليلة القدر من الليالي، وعشر ذي الحجة ويوم عرفات من الأيام، ومواسم ومناسبات للإقبال على العبادات تتكرر وتدور لتبدد الفتور وتجدد النشاط وتوقظ الغافلين ليقبلوا على ربهم وينالوا ثوابه وأجره وإحسانه. أيها الإخوة في الله، وإن من هذه الأيام ومن مواسم النفحات يوما جل بين الأيام قدره وعلى في الإسلام ذكره، هو عنوان الملة وعيد أهل الإسلام، هدانا الله إليه وأضل عنه الأمم، فحق على الأمة أن تعرف قدره وتحفظ منزلته. إنه يوم بدء الخليقة ويوم منتهى الدنيا، إنه يوم الجمعة، عيد الإسلام، يشرق على المسلمين ليؤلف بينهم بالمودة ويجمعهم على طاعة ربهم وتوحيده. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني. رواه أحمد وأصحاب السنن. أيها المسلمون، الغفلة عن الجمعة ويومها وليلتها غفلة كبيرة وعريضة، ففي دنيا الناس غفلة وجهل بمقام هذا اليوم، فكم من الأجور تهدر، وكم من الأوزار تدون، وكم من الختوم تعتمد وتكتب. فالأكرم للعبيد أن يتتبعوا هدي رسولهم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ليقفوا على خيراتها ونفحات ربهم وبركاتها. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم هذا اليوم ويخصه بعبادات دون غيره من الأيام، فله في الدين أحكام مقررة وآداب محفوظة مرعية، كالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها. يقول: فأكثروا علي من الصلاة فيه، أي في يوم الجمعة. وقراءة سورة الكهف فيه: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يستضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. رواه أحمد. في الجمعة عباد الله رفع الدرجات وتكفير السيئات، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة. رواه مسلم. وفيه ينعم الله تعالى على عباده بفتح أبواب فضله فلا يرد لهم دعوة. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن في الجمعة لساعة
لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، رواه مسلم. وقال: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، حسنه الألباني. أيها المسلمون، يوم القيامة أمر مهول فيه تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ولا يكون يوم القيامة إلا في يوم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. وقال: لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. ويصبح في يوم الجمعة، ويصبح فيه كل ما على الأرض خائفا يخشى قيام الساعة سوى ابن آدم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة، يعني مستمعة حتى تطلع الشمس، شفقة من الساعة إلا ابن آدم، رواه النسائي. وكان صلى الله عليه وسلم يخص صلاة الفجر يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما كان يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها. وفي صلاة الجمعة يقرأ الإمام بسور مذكرة بالحال والمآل: الأعلى والغاشية، أو الجمعة والمنافقون. وللملائكة شأن يوم الجمعة على أبواب المساجد، يسجلون الأول فالأول، يكتبون أسماءهم، فإذا ظهر الإمام على المنبر طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. يوم الجمعة عباد الله يوم الجمال والزينة، أمر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال له والتطيب، كما أمر بالسعي والتبكير، وأمر بالإنصات للخطبة، وحرم الكلام أثناء الخطبة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وقال: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه مسلم. وحذر من أذية المصلين بتخطي رقابهم لمن جاء متأخرا، فالتخطي محرم، فقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب المصلين فقال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت. إنه يوم عظيم، القدر عند الله والرسول، ومن فرط في خيراته فاته خير كثير. ومن ترك الجمعة هاونا طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، رواه مسلم. هذه هي الجمعة وفضلها، ومكانتها. وبشر صلى الله عليه وسلم أمته بخيراتها ونصحهم باغتنامها. أيها المسلمون، يوم الجمعة يذكرنا بالقيامة واجتماع الناس وبالموت الذي كتبه الله على كل حي، فجدير بالعبد أن يتعظ وأن يعتبر وأن يحرص على لقاء ربه مؤمناً قد عمل الصالحات، وأن يكون له في الموت والميتين مذكر وموقظ ومنبه، فكل نفس ذائقة الموت. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد جلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، صححه ابن ماجه.
والموت عباد الله موعظة وذكرى وانتباه من غفلة، فليكن لنا في من سبقنا إلى الآخرة ذكرى، ورجعة إلى الله، وامتثال لأمره، واستعداد للقائه. نصلي على موتانا بما دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونواريهم التراب من غير ابتداع ولا زيادة ولا رفع للأصوات، ولكن امتثال للوحي واتباع للهدي الصحيح، فلا نواح ولا ندبا ولا شقا للجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري. وأن نحرص على الأجر والثواب، يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، رواه البخاري ومسلم. ولا ننسى عباد الله الاستغفار، الاستغفار لموتانا وسؤال الله عز وجل لهم بالثبات وكثرة الاسترجاع، والقول: فإن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولنصبر ونحتسب. والشهيد يا عباد الله مكرم عند ربه، له المقام الرفيع والدرجة العالية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، رواه البخاري. رحم الله موتانا وموتى المسلمين وشهداءنا الأبرار، وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، وكل شيء بأمره، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله معشر المسلمين، واعلموا أن قضية فلسطين ليست قضية شعب أو عرق أو حزب أو منظمة، ولكنها قضية أمة، قضية كل المسلمين. ولقد كانت دوما تستجيش ولاءات المسلمين لبعضهم، تجمع كلمتهم وتوحد صفهم، وهي عنوان تلاحمهم وترابطهم ومحل اتفاقهم. وإن الفلسطينيين عموما والمقادسة خصوصا والغزاويين قد ضحوا تضحية عز نظيرها، من أجل قضيتهم، فلقد عاشوا ويعيشون أطول احتلال في هذا العصر، وهم متمسكون بأرضهم، متشبثون بها، مرابطون على الأكناف منذ أكثر من 70 عاما، وقد تعرضوا لشتى أنواع العدوان والظلم، وما زادتهم الأحداث إلا ثباتًا وتمسكًا بأرضهم ورفضًا لأي مساومة عليها. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وإن الواجب على إخوانهم العرب والمسلمين أن يقفوا معهم بالدعاء والتبرع والبذل لتقويتهم وتثبيتهم، وسوف ينصر الله تعالى من ينصره. إن فلسطين يا عباد الله وبيت المقدس والمسجد الأقصى أساس في العزة، ومنطلق الاعتزاز الصادق الحي بالدين والقيم والغيرة وبالوطن وسيادة العقيدة وشموخ المبادئ. قضية فلسطين عباد الله هي أم القضايا، وهي الجرح الأعمق في جراح الأمة. فلسطين وبيت المقدس أمانة في أعناق جميع المسلمين، هي أرضهم وفيها مقدساتهم. بيت المقدس قبلتهم الأولى ومسرى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وفضائل القدس وأكنافها في صريح كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. إن على المسلمين أن يقوموا بحق هذه الأمانة التي أمنهم الله تعالى عليها، وإن على الإعلام العربي خاصة والمسلم عامة أن يقوم بدوره في إبراز القضية، فهي قضية العرب الأولى والمسلمين. وبالجدير بالذكر ما وفق الله له دولتنا قطر وولي أمرنا وحكومته الرشيدة من بذل الجهود وتقديم ما يستطيعون نصرةً لإخوانهم في فلسطين، وهذا يشهده الله تعالى إن شاء الله كما يشهده كل حرٍّ ومبصر. جزى الله ولاة أمرنا خيرًا، وكلل الجهود بالنجاح وبلوغ الغايات، ورحم شهيدنا إسماعيل هنية إن شاء الله، وكتبه في زمرة الشهداء، وجزاه عن أمته وقضيته وبلاده خير الجزاء وأوفاه، ورحم إخوانه الذين سبقوه في ميدان نصرة قضية فلسطين. أيها المسلمون، انصروا الله تعالى ينصركم ويثبت أقدامكم برفع رايات الدين قولاً وعملاً ومعتقداً، واعتصموا بالدين واستظلوا بظلاله، وأبشروا بنصره والعزة وأبشروا بنصره والعزة والتمكين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام كما أمركم ربكم عز وجل في محكم التنزيل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على إمامنا وقدوتنا محمد رسول الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووفق عبادك المؤمنين لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلادنا قطر آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا تميم بن حمد لما تحبه وترضاه، ووالديه وإخوانه ووزراءه ومن أعانه على الخير، وجميع ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في القدس، وانصرهم في غزة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي رميهم يا رب العالمين، وانصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بعدو الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بعدو الإسلام والمسلمين ومن عاونه وأيده ووقف معه يا رب العالمين. في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترسل على عدو الإسلام والمسلمين صاعقة كصاعقة عاد وثمود، يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا، شاهدنا وإياكم صلاة الجمعة وخطبتها للشيخ الدكتور محمد حسن المريخي، حيث تكلم عن القضية المصيرية وقضية الأمة، ونحن الآن مشاهدينا الكرام في انتظار وصول جثمان الفقيد الشهيد بإذن الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بانتظاره يأتي يحمل على الأكتاف بصحبة مرافقه الذي كان معه في حله وترحاله، حيث يلازمه ويرافقه حتى مثواه الأخير إلى مقبرة الوسيل، حيث سيشارك في صلاة الجنازة كما شارك في صلاة الجمعة ومراسم التشييع هنا في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يحضر صلاة الجنازة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. يذهب فيلحق صاحبه، ويذهب القادة والمواطنون والساسة والشعوب كلهم من أجل هذه القضية. يا من ترى الإعلام وتسمع، لا تغتر بما يشوهه الغرب وبما يدلس على جيلنا الناشئ عن فلسطين وما هي فلسطين وتاريخ فلسطين. ها نحن مشاهدين الكرام نرى وإياكم جثمان الفقيد الشهيد بإذن الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ينقل على الأكتاف، يرفع فوق الرؤوس ليصلى عليه في العاصمة القطرية الدوحة التي احتضنته في حياته وتحتضنه بعد وفاته واستشهاده بإذن الله. ننتظر إياكم
أن تؤدى صلاة الجنازة. على الفقيد ليواري مثواه الأخير وينتقل إلى مقبرة لوسيل، وكما ذكرت إنه لفخر لقطر أن يكون فيها ومنها قطعة من فلسطين تسكن بيننا. ويوم الجمعة مشاهدين الكرام ومستمعين هو يوم دعاء وفيه ساعة إجابة، فلا تنسوا أن تدعوا لإخواننا في فلسطين وغزة بأن ينصرهم الله حين خذلهم القريب والبعيد وتركوا في حصار على مرأى ومسمع من العالم قاطبة يذودون دون حقوقنا، يدافعون عن أعراضنا، يحملون راية الجهاد بدلا عن كل مسلم. فاللهم انصرهم، اللهم أطعمهم من جوع واسقهم من ظمأ وأمنهم من خوف. اللهم إنهم يلتحفون الأرض، يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، فيا رب كن معهم عونا ومعينا وناصرا. اللهم في هذا اليوم المبارك اجمع راية المسلمين، وحد صفوفهم، اللهم كن مع الجرحى والمفقودين يا كريم. إسماعيل هنية شهيد الأمة، والأمة اليوم تصلي عليه في مشارق الأرض ومغاربها، فهنيئا لك يا إسماعيل هنية أبو العبد بهذا المقام. استووا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إنك تعالى. اللهم اللهم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نرى وإياكم هذا البث المباشر والحي من العاصمة القطرية الدوحة من مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقد انتهت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الشهيد بإذن الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وسط ألوف المشيعين تحمل الجنازة إلى ربها، إلى مثواها الأخير في مقبرة لوسيل هنا في قطر.
فرحم الله القائد الفلسطيني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المناضل الشهيد ومرافقه رحمة واسعة، نسأل الله أن يقبلهم من الشهداء، ونسأل المولى العزيز القدير أن يرحم شهداءنا وشهداء هذه الأمة رحمة واسعة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات فعدد الشهداء الذين تقدمهم غزة وفلسطين كل يوم من أطفال ونساء وشيوخ ورجال وقادة. I'm going to
Telefonlar kimde? Telefonlar. Öyle deme ya. Hiç anlık güceniyor muyum? Başkanım var ya. Kardeşim ne kanalı? Ne kanalı? What's TV? Ross? From UK, right? Bazen öyle bir şey oluyor.
Arkadaşlar şu camiyi komple bir alacak şekilde resim alsak ne güzel olur. Hep beraber. Abi melekler almıştır zaten. Gidiyor muyuz abiler? Hadi. Bizim arşive girsin diye. Arkadaşlar gene herkes gelsin bu tarafa. Herkes alın. Koydular önüne bir söz. Excuse me, blind.